السلام عليكم طلابي الصف السادس الابتدائي الشطورين متابعين احنا بالتعلم عن بعد بمنهاجنا منهاج العراقي. اليوم رح نتابع حل التمارين. وصلنا للتمرين السابع. التمرين السابع بيقول بستان دائري الشكل. وين البستان؟ هذا البستان اللي مبين فيه أشجار وإلى آخره. بستان دائري الشكل، نصف قطره 10 متر. إذن بس هيها هيك هاي البستان، طبعا على شكل دائرة. هون المركز، مركز الدائرة. عم بيقول لي نصف القطر 10، يعني من هون لهون 10، من هون لهون هاد نصف القطر 10 متر، أو فينا نقول من هون لهون، يعني هاي 10 متر. أحيط بممر عرضه 4 متر. هذا الممر كوريدور، هذا الممر أحطنا البستان بهذا الممر هيك. طبعا هاد هيك الممر، طيب قديش عرض الممر؟ عرضه 4 أمتار، يعني هاي من هون لهون هاي المسافة هيك 4 متر. احسب مساحة الممر، بدنا نحسب مساحة هذا. لاحظوا هذا الممر كأنه كعكي سميد، بدنا نحسب هالمساحة. طبعا هذا الممر هون بقلبه فارغ، يعني بس بدنا مساحة هذا، فنحن ما في عندنا قانون بالمساحة بيعطيني مساحة هذا الممر. هلا شو حنساوي؟ حنحسب مساحة الدائرة هاي الكبيرة هيك هيك، لأنه هو عبارة عن دائرتين. هاي الدائرة الكبيرة، هاي الدائرة الكبيرة. طيب والدائرة الصغيرة هاي اللي هي عم تمثل البستان، البستان قديش نصف قطرة؟ هاي 10 متر. طيب الدائرة الكبيرة قديش نصف قطرة؟ هو نصف قطر الصغيرة زائد الممر، يعني الدائرة الكبيرة هاد هو هيك كلياته نصف قطرة. هلا من هون لهون هدول للبستان، وهذا نصف القطر بيساوي 10 متر. طيب من هون لهون قديش؟ من هون لهون 4، صار نصف قطر الدائرة الكبيرة هي 10 و4 14 متر. إذا رح نحسب مساحة الدائرة الكبيرة، بعدين نحسب مساحة الدائرة الصغيرة، وبنطرح بنقول مساحة الكبيرة ناقص مساحة الصغيرة بيعطيني هاد الممر، مساحة الممر. إذا هون هلا بنقول مساحة الدائرة الكبيرة يساوي نون قاف ضرب نون قاف ضرب بي. طبعا مثل ما قلنا نون قاف للكبير قديش؟ هو 10 زائد 4 14، ضرب 14 ضرب، بنختار البي 22/7 لأنه هون عندي 14 من مضاعفات السبعة مشان الاختصار، وبنختصر 14 مع السبعة بيضل 2، هي مقامة واحد طبعا وهي مقامة واحد، بصير عندي 14 ضرب 2 ضرب 22/1 ويساوي، رح نضرب 14 ضرب هلا 2 ضرب 22 44، يصير 14 ضرب 44. إذا صار عندي 44 ضرب 14، 4 ضرب 4 ب16، خلينا نضربها هون 44 ضرب 14، 4 ضرب 4 ب16، 4 ضرب 4 ب16 1 17، 1 ضرب 4 4، 1 ضرب 4 4، هون صار 6، 7 و4 11، 1 1 2 و4 6، صار عندي إذا 616. شو الواحد متر مربع؟ هاي مساحة الدائرة الكبيرة. إذا مثل ما قلنا
نصف قطر الدائرة الكبير، نصف قطر الدائرة الكبيرة بيساوي هون 10 وهون 4، 14 متر. طيب نصف قطر الدائرة الصغيرة، هاي الدائرة الصغيرة هي نفس البستان، اللي هي نفسها البستان، قديش بيساوي؟ 10، 10 متر. هلا رح نحسب مساحتها، رح نحسب مساحة الدائرة الصغيرة، مساحة دائرة صغيرة أو مساحة البستان، شو بيساوي؟ نون قاف ضرب نون قاف ضرب بي، ويساوي نون قاف 10 ضرب 10 ضرب 3.14، ويساوي 10 ضرب 10 100 ضرب 3.14، ويساوي بما أنه في صفرين معناتها الفارزة بتروح نحو اليمين مرتبتين، فحتصير واحد بروح الصفرين وبتروح الفارزة على اليمين، بصير 1 ضرب 3 314، إذا ويساوي 314 متر مربع. هي مساحة البستان. هلا مساحة الممر، مساحة الممر يساوي مساحة الدائرة الكبيرة اللي هي 616 ناقص مساحة الدائرة الصغيرة اللي هي البستان 314، ويساوي بنطرح 616، خلينا نطرحهم هون 616 ناقص 314. كيف بتتم عملية الطرح؟ 6 ناقص 4 ب 2، 1 ناقص 1 0، 6 ناقص 3 2، إذا يساوي 202 متر مربع، أي مساحة الممر، هذا اللي شكله شكل الكعكة أو السميداية. عفوا هون 6 ناقص 3 ب 3 وليس 2، 3، إذا هون الجواب بيطلع معي 302. هون 302 متر مربع. طيب هلا رح نشوف الطلب الثاني، احسب محيط البستان ومحيط الممر. إذا بدنا نعرف محيط البستان قديش، يعني محيط هالدائرة هاي اللي نصف قطرها 10، ومحيط الممر. طبعا كيف بحسب محيط الممر؟ أيضا بنفس الأسلوب، لازم احسب محيط الدائرة الكبيرة ومحيط البستان اللي هو الدائرة الصغيرة واطرحهم من بعض، محيط الكبيرة ناقص محيط الصغيرة بيعطيني محيط الممر. نصف قطر البستان أو الدائرة الصغيرة هو 10، طيب قطر البستان قديش؟ قطر البستان 10 ضرب 2، يعني بيطلع معي 20 متر. طيب قطر الدائرة الكبيرة، قطر الدائرة الكبيرة يساوي، هلا إذا نصف قطرة 10 و4 14، هذا نصف القطر 14 ضرب 2، 14 ضرب 2 يساوي 28 متر، هذا قطر الدائرة الكبيرة. هلا إذا رح نحسب نحن المحيط، محيط البستان، محيط البستان حسب قانون المحيط يساوي القطر ضرب بي، ويساوي قديش قطر البستان؟ 20 ضرب بي 3.14، ويساوي هلا هون في كم صفر عندي؟ صفر واحد، بحذفه وبتروح الفاصلة على اليمين، تروح تصير 2 ضرب 31.4. هلا رح نضرب 31، نحط الأربعة، نشيل الفاصلة، نضرب ضرب عادي، 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6، نعد كم رقم قبل الفاصلة؟ 1، نحط الفاصلة، إذا الجواب 62.8 متر، هاد محيط البستان اللي هو الدائرة الصغيرة. هلا بدنا نحسب محيط الدائرة الكبيرة، محيط الدائرة الكبيرة يساوي القطر ضرب بي. ديش القطر؟ هلا نص القطر، ان الدائرة الكبيرة هي نص قطرة 14، طلع معنا 28، طبعا ضربناه ب2 صار 28 ضرب البي 22 على 7. ليش هون اخذنا 22 على 7 وهون اخذنا 3.14؟
هون لأنه في عندي عدد 28 مشان الاختزال، بختزل 28 مع 7 بروح بصير عندي 28 تقسيم 7 بضل عندي 4، إذا صار 4 ضرب 22، 4 ضرب 2 8 و4 ضرب 2 8 متر، هذا محيط محيط الدائرة الكبيرة. طيب هلا بده محيط هالممر، هالممر هاد هو الكبيرة ناقص البستان، محيط الكبيرة ناقص محيط البستان بيطلع محيط الممر. إذا محيط الممر يساوي محيط الكبيرة ناقص محيط البستان ويساوي محيط الكبيرة قديش طلع معي؟ 62.8 ناقص قديش محيط البستان؟ عفوا محيط الكبيرة طلع معي 88 متر ناقص قديش محيط البستان؟ 62.8 ويساوي بنجري عملية الطرح 2 6 وهون 8 نحط فاصلي، هون عندي 88 هون فاصلي 0، 0 ناقص 8 ما بصير، نستلف من هون هي بتضل 7 وهي بتصير 10، ناقص 8 ب2، 7 ناقص 2 ب5، بنزل فاصلة 8 ناقص 6 2، إذا 25.2 الجواب 25.2 متر، هذا محيط الممر، محيط الممر. هيك بكون انتهت المسألة 7. رح ننتقل للسؤال 8 اللي هو آخر سؤال بتمارين الدائرة. قطعتا أرض متساويتان بالمساحة، إذن هون في عندي معلومة كتير مهمة إنه القطعتين متساويتان بالمساحة، الأولى شكلها دائري والثانية شكلها مستطيل، إذن القطعتين واحدة شكلها دائرة لشكل دائرة والثانية شكلها شكل مستطيل، وهدول مساحة يعني مساحة الدائرة هون بتساوي مساحة المستطيل، بس ما بعرف قديش، إذن عندي أنا معلومة إنه مساحة الدائرة هون نفسها مساحة المستطيل، يعني إذا مساحة المستطيل 20 متر مربع فبتكون الدائرة أيضا 20 متر مربع، إذا هي 100 متر مربع فهي 100 متر مربع. طيب هاي المعلومة بنخليها بذهننا، إذا مساحة الدائرة تساوي مساحة المستطيل. المستطيل أعطيني أبعاده، أعطيني طوله 94.2 متر وعرضه 30 متر، المطلوب نصف قطر القطعة الدائرية أو الدائرة، بده هذا البعد. طيب لازم نعرف مساحة الدائرة، طيب ما في معطيات من مساحة الدائرة، ما عطيني نصف القطر، طيب بترك الدائرة. هلأ بحسب مساحة المستطيل لأنه عطيني الطول والعرض، بعد ما بحسب مساحة المستطيل بقول أنه مساحة المستطيل هي نفسها مساحة الدائرة، وبعدين بشتغل لإيجاد نصف القطر. طيب خلينا نحسب هلأ أول شيء مساحة المستطيل، مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض ويساوي الطول 94.2 ضرب العرض 30 ويساوي، رح نضرب هلا 492 ضرب 30، طبعا هون في عندي صفر، الصفر بلغي بحذفه وتروح الفاصلة على اليمين، يعني بصير عندي 94.942 ضرب 3 يساوي، هلا بدنا نضرب هون 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 4 12، 3 ضرب 9 27 28، إذا الجواب 2826 متر مربع، هي مساحة مين؟ مساحة المستطيل، لكن مساحة المستطيل بتساوي مساحة الدائرة، إذا معناته مساحة الدائرة أيضا 2826، إذا هون مساحة الدائرة أيضا بتساوي 2826، خلي هاي المعلومة بذهننا. لكن في عنا قانون مساحة الدائرة شو بيساوي؟ نون قاف
ضرب نون قاف ضرب بي، يعني عندي بعوض مكان مساحة الدائرة بقيمتها. ديش قيمتها؟ 2826 تساوي نون قاف ضرب نون قاف، هي نفسها نون قاف أس 2 ضرب البي، هي عبارة عن 3.14. خلينا نحلهم هون تفاصيل. إذا صار عندي 2826 تساوي نون قاف تربيع ضرب 3.14. هلأ هاد نحنا بدنا هاد نون قاف، نخليه لحاله هون بهذا الطرف، نون قاف تربيع بيساوي هلأ هذا المقدار الخارجي على المقدار الداخلي. لهاد اللي مع النون قاف هذا بيكون مقام، وهذا عندي الخارجي اللي لحاله وحيد بيكون بالبسط. 2826 تقسيم 314. بدنا نوجد هاي، كيف بدنا نتخلص من الفاصلة؟ رح نضرب 100 البسط والمقام، إذا هذا بنضربه 100 وهذا بنضربه ب100، فحيصير معي هون البسط 2826 وهون الصفرين بيروحوا مع الفاصلة بتروح على اليمين، بصير عندي 314. هلا رح نعمل عملية القسمة، رح نقسم 282600 تقسيم 314. نحط عملية القسمة بهالشكل 314 282600. هلا هون الاثنين ما بتصير، والثماني والاثنين صار 282 ما بيصير. ناخذ هلا هاي كمان 2826. 2826 كم 314؟ طيب خذه بشكل تقريبي 300. إذا قلنا 300، 300 ضربناها ب10 بيطلع 3000. إذا 300 ضربناها ب10 رح يطلع معي 3000، لكن 3000 أكبر من هذا بس قريب عليه، قريب على 2826. خلينا ناخذ التسعة، 300 ضرب 9 بصفر، 0 3 ضرب 9 27 2700. نعم إذا هون 9 رح يصير معي بهالشكل، 9 ضرب 4 ب36، 9 ضرب 1 9 و3 12، 9 ضرب 3 27 1 28. نطرح 0 0 0 0، ضل عندي صفرين. هلا هون ما عاد في ارقام، برفع لفوق الصفرين، اذا الناتج 900. اذا هون الناتج 900، اذا طلع معي الناتج هون 900 هو نفسه نون قاف تربيع. اذا هون 900 هو نفسه نون قاف تربيع، لكن هذا تربيع يعني مضروب بنفسه مره ثانيه، لكن بدي اخلص من التربيع. كيف بخلص من التربيع؟ بالجذر. اذا هون نضع او نجذر طرفين، يعني بنحط لهي جذر ولهي جذر، بيروح التربيع مع الجذر. مين بيبقى؟ نون قاف تساوي جذر 900، جذر 900. شو هو جذر 9؟ 3. طبعا جذر 900 هو 30، 30 هذا نون قاف 30 متر، هو نصف قطر الدائرة. طبعا 900 كيف حسبنا الجذر؟ قلنا بنحلل 900، إذا حللناها ونقسمنا على 2، 900 على 2 بيطلع 450، على 2 225. 225 5 2 7 بتقبل على 3. 225 تقسيم 3 ب 75، 75 على 3 25، على 5 5 5 1. فهلأ بناخد هذول، عندي هون 2 وهون 2 وهون 2، فرح ناخد 2 وحدة و 3 وحدة و 5 وحدة. إذا رح يكون معي نون قاف، نون قاف الجذر 900 رح نحط، طبعا بنشيل الجذر 900 بنكتب 2 ضرب 3 ضرب 5، 2 ضرب 3 ب 6 ضرب 5، 6 ضرب 5 30 متر. هاد
هو نصف قطر الدائرة وهو المطلوب.